العراق واحد من أغنى البلدان بالموارد الطبيعية من حيث النفط والغاز والمواد المعدنية ووفرة المياه وخصوبة الأرض، إلا أن هذه الثروات جميعها مهدورة بسبب الفساد وسوء الإدارة والفشل في التخطيط وانفتاح الاستيراد وتراكم الديون. ويعاني المواطن البطالة والفقر الذي كان سببا رئيسا في اندلاع الاحتجاجات التي أدت إلى ركود اقتصادي أكبر. احنا من خلال يعني متابعتنا لحركة السوق شاهدنا ركود واضح وكبير بسبب هذه الأوضاع التي جرت في البلاد بصورة عامة، انخفاض القدرة الشرائية للمواطن وبالتالي حركة متوقفة حاليا او شبه معدومة في الأسواق، واحنا تحدثنا مع اغلب الكسبة وجدنا هذا الشعور عندهم وهذا الضرر اللي اصابهم من جراء الأحداث التي جرت في البلاد بصورة عامة. شوف عن أي حركة ماكو، طرق مسدودة، ناس ماكو، مدارس ماكو، ما جاي تشتغل بس المستشفيات، يعني أريد نوصل إلى حد ولا إلى متى نظل هاي الوضعية؟ هاي الوضعية يعني جاي نشوفها مضرة بصحتنا ومضرة على الناس ومضرة مثل هسه، يعني ما عنده مثل هسه عنده هذا السلف منين يجيب؟ ماكو هسه، انت تشوف هاي السوق قدامك أي حركة ماكو، وفهاي يعني نريد إن نوصل ويا الحكومة إلى شيء حد. مواطنون طلبوا الحكومة بمحاسبة رؤوس الفساد وقطع الاستيراد وفتح المعامل والمصانع لتوفير فرص العمل. عموم العراق يعني من سيء إلى أسوأ، يعني أنا أتفضل هذا محلي بضاعة مليان زين، وكان ما كنت تاجر ومتمكن وكذا، هسه حاليا أنا مطلوب حتى بغداد مطلوب، يعني وضعية البلد من سيء إلى أسوأ، يعني ذيك المرة كان يعني يوميا محاربك، مرة تعال ضريبة مهنة، مرة تعال كذا، مرة تعال كذا. قوائم الكهرباء تجينا ارقام خرافيه، يعني معاناتنا ما تسولف احنا خصوصا الكسبه، يعني وضعنا صار من سيء الى اسوء زين، ومع ذلك احنا صامدين وصابرين ننتظر الحل من اخواننا المتظاهرين بساحات التحرير. اريد تعديل قوانين للتربيه، للصحه، خدمات، بيئه، نظافه، لا يظلون يعينوني بس موظفين موظفين، هاي يسموها بطاله مقنعه، احنا ما نريد بطاله مقنعه. اليوم يمشوها وبعد سنه سنتين هم الماليه والميزانيه هم توقف. معتمدين كله على النفط، يريد صناعة، زراعة، يفتحون مشاريع على مود المبالغ المالية اللي تطلع من الميزانية العراقية ما تروح للخارج تجيب بها، تجيب من أوروبا من الدول اللي تصفنا، ظلت تدور داخل البلد. وبحسب اقتصاديين فإن جل مطالب المتظاهرين اقتصادية، ما يعني أن المشكلة تتعلق بهذا الجانب، لذلك لا بد من إنعاش القطاع الخاص لما له من دور في حل كثير من المشاكل المستعصية في الاقتصاد العراقي.